إخواني السلام عليكم. تنشيط داخل أمعاء البلبل والكبد والشحوم والتنظيف الريش مالته. هذا الفينيجر، هذا خل التفاح، تحطون على مود يسبحن بيه، كل واحد شوية. وتقدموه للبلابل، كل الزين هذا للبلابل. هذا يتقدم للبلابل، يسبحن بي، يتنشطن، يرتاحن، كلش يرتاحن بي. وشكو شحوم، شكو دهون، شكو هذه كلها شو اسمه، حتى البكتيريا اللي بالريش كلها هم شو اسمه. وهذا سنقدمه للبلابل.